شويه جستر بحال هيدا كيفوت عماين كيفوت عماين هاد كيطيح ورا عماين كايز ولي خصكم طيح جوج سنان يفوت عماين باش يقطع الشك الانسان خصكم طيح سنان كلشي مطيح ما عايش شي به ما يقزلوش هذا مليون 850 شوفوا شي 10 دقيقة هذا مليون 650 واخا فينا هو بحال بحال ثمن واحد هذيك الديار هذا مليون 750 اجي هنا هذه الضروبة ما ولداش وتضحية مرا مبدلة ثنية مليون و800 ها البقرة فينا هي مليون و450 هذه مليون و300 هادي مليون 500 بقرة كاين اللي كيعجبو يعيط بالبقرة كاين اللحم بزاف ورخيصة وكاين اللي مولف بيها كيعرف يطيبها وكاين اللي ما مولفش بيها كيدي العجل واحد شني مولف هي كطيب ولكن كاين اللي ما مولفش بيها بقرة راه عندي فهمتي الأسرة كبيرة بقرة باش كتعطي اللحم زايدة وانت هي ام السنة وكتحيي السنة عاوتاني هذا العام يعني ما عمره قز بحال عام نول كان شويه هذا العام هي بزاف والله الا بزاف والخروف باقي مريم ما صغيور قال لي البارح 3000 درهم والله الا باقي كيرطع 3000 درهم اما الحولي هيدا معوض شويه قال لي 6000 درهم واحد قال لي 8600 860 الفرنك ديال 6000 كان كيعمل 2800 3000 درهم ديال 6000 بالتاكيد كان كيعمل 2800 3000 درهم دابا 6000 درهم الله يا اخي دابا داك الشيء ايوا دابا كنقصدوا عبد الرحيم اذا شي ضروبه يدي يتفاهم معانا عبد الرحيم قال لك ما بيدو بقى صح لا كل عام كنشرو من عنده هنايا التيران وكنشرو من عنده كتجمعوا 6 5 4 وكنشرو من عنده وكيعاود الثمن مع عباد الله كامله كيصاوب مع الناس دراوش وكيسلك مع الناس مزيانه الانسان الا اشترك كتجي مزيان الا اشترك بحاجه مزيانه بس كيسهل بنادم على خوتو كيسهل مع بعضياتو هاد العام كاين الغلا في الخرفان وبقينا الغلا في الكسيبه كامله حوليا ما كاين والو ما كاين كانت 2000 2500 وهذا العجل كيخرج احسن من داك احسن من الغلا بزاف خمسة الناس كيشرو بقرة من 200 كيعملو 220 فرنك الواحد 220 فرنك الواحد خمسة الناس كتجيو من 200 فرنك 220 فرنك ما تشريو الحولي تشريو وجهة تبادلة وصافي راه كسيبة غليطة كيشريوها الدراوش الناس اللي عندها الفلوس ما غاتشريش كسيبة غليطة كيشري حولي بمليون ويذبحو وما ياكلوش الناس اللي كتشري كسيبة غليطة هاد الدراوش ما كاينش شي واحد عنده فلوس كيجي عندك شي كسبه غليطه هنايا كيجيو عندنا الدراوش كنصبروا معاهم وكاين الغلا راه كنحشموا نطلبوا الثمن كيجيو عندنا الناس كنتعاملوا معاهم كنبيعوا لهم ونوكلوا لهم حتى نهار العيد كيعطي اللي عنده اللي ما عندوش حتى العيد وكيكملوا كيديه وحنا كنبيعوا على دور العام دور العام كنبيعوا كسبه هنايا الناس السعد العراسه كنبيعوا لهم الصيفيه المهم دور العام انا كوري عندي ما كيخواش الضروبه كما خصهم يذبحوها خروفه والضروبه كما خصهم يذبحوها راه كتولد راه الخروفة والضروبة هي الجدر اللي حياتي جدر شنو غينوض لك؟ ما غينوض لك والو قزر واحد كيذبح 60 خروفة كنعرفو انا يوميا 60 خروفة كيذبحها وانت باغي تذبح 60 خروفة وديك الخروفة راه تولد هي بقرة غير خاصك تذبحها بقرة باقا تولد كاينة بقرة عندها ولدة وحدة كيذبحوها الضروبة عندها عام عام ونص باقا تولد كيقطعوا لها الجدر مرة كيذبحوها خصهم يذبحوا الذكر الضروبة ما يذبحوهاش ممنوع الضروبة تذبح والخروفة ممنوع تذبح باش كسيبة تولي كسيبة دابا قلت كسيبة تنكلت كسيبة تنكلت في كورونا كورونا كانت كسيبة رخيصة والناس كانوا السوق مشدودين وكانت كسيبة رخيصة كانوا الناس كيبيعوا العجل كيبيعوها بمليون فرنك في 200 كيلو ديال اللحم كيبيعوا مليون فرنك 50 درهم الكيلو تما في ناس بقاو كيعملوا كسيبة
اللي باع شي حاجه ما بقاش كيشري. الناس خسروا في كورونا وباعوا وباعوا الكسبه ديالهم. الروايات خواو دابا بزاف ديال الروايات خواو بزاف ديال الروايات. الناس ما بقاوش كيديروا الكسبه مره. كيفرقوا اربعه خمسه كيفرقوا مع بعضياتهم. هالعام زايده 500 العام الاول. زايده 500 في البياسه العام الاول. والعالف غالي، التبن غالي، العالف غالي، المازرط غالي. والغلا هو يدير هادشي هذا. ما بقى حد يضرب ثمرة. ومعاملات عملتي معنا مزيان صراحة. نفس الشهر. حنا غنعملوا فوتوكوبي غير كنعملوا العيد. نفس العدد الناس نفس كلشي. تزيدوا عليه ولا تقصوا عليه؟ إذا كان زيادة ما كاين مشكل ما نزيدوش غير فلوس وكان. اللحم زايده وفلوس ناقصه. اي فهمت. لا ولله الحمد يعني هذا القاعده ديال كنعملوا الاضحيه بالعجوله حتى هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقرار. وهذه مده يعني اكثر من 20 عام وحنا مع الاصدقاء. اللي كاين بعض الاصدقاء اللي كيكونوا معنا وما كيبقاوش يعني دابا دائما على حسب عدد الناس كنعملوها يعني على حسب السنه ان العجل يكون فيه الشروط ديالو. والحمد لله كنجيو عند الشرادي لينا هما الناس على درايه كيعملوا كيشوفوا لنا ذاك العجل اللي يكون عنده يعني تسني حسب باش يكون جايز الضحيه. وكنعملوا سبعه د الناس وكنعملوا الشروط باش كتكون حتى هي جايز الضحيه بحكم حنا بالنسبه لنا يعني باش الانسان كيجبر ما ياكل وما يتصدق وما يخبع. هذه السنه خصو الانسان يعمل كل شيء وخصوصا في هذه السنين الاخيره هذا الغلا اللي كاين لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الدرويش يعني كنشوفوا مشكله معاه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فكنجبروا هذه الطريقه هذه واخا ان تما كيكون شويه زايد بعدا كتجبر يعني تجبر ما تاكل وما تخبع وما تصدق. وبالنسبه للاضحيه راه هذا الشيء اللي كاين دابا يعني انا صراحه كنتفاجئ. حنا كنتعاملوا مع الدراوش مع الناس يعني والله العظيم كنبقاو في احراج. كاين بعض الناس كيقول لك لا هذه عباده اللي ما عندوش. فعلا انا متفق مع هذه القضيه هذه وهي عباده ولكن راه اللي يدو في العافيه ماشي هو اللي يدو في الماء. راه ملي كيدخلوا العور كيبكيو على الام او على الاب اللي هو مغلوب على امره. راه يعني الانسان كينسى لخم كيبقى يعيش في ظروف قاسيه نطلبوا من الله عز وجل اللي يخفف والله يهرس مد الغلا بحال اللي كيقولوا. اليوم اليوم ثلاثه اثنين ثلاثه يوم هي قازت جاكي ولا وقول لك الكاميرا اي بناي سرعه السيد ولا ليا بزاف. لا ما كنتش عاقل كيتهلاو جيب جيب العجل جيب ورب. وفي الحقيقه حتى حنا العام اللي فات دينا العجل خلينا هنايا واحد المده ملي جينا موراه جبرنا العجل تبارك الله مزيان يعني ماشي ضعاف ولا شي حاجه. لا صحه ديال والله ما داش راه ما داش بحال هيدا دار نهار الحال خلص معدل. خلص جيتي بحال هيدا ديزي جيتي راه تبدل شحال شحال دابا هذا صخري 2 مليون 30 الف فرنك 2 مليون 30 الف فرنك بينا ما شاء الله. خصو يكون هادو خصهم يكونوا اثنين جوج كبارين وهاد الطرف اللي خصهم يكونوا صغارين وهادو خصهم يكونوا صغارين وما يمشيش خصهم يكونوا كبارين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.